الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أولا أشكر لأخينا الشيخ أحمد استضافته لهذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منه ومن جميع الحضور تكبدهم لمشاق الجلوس. وثانيا أشكر للشيخ شهاب هذه الكلمة القيمة عن القرآن وما أفاد به أولا من الآيات التي ذكرها في هداية هذا القرآن وشفائه للصدور، فإن تلك الآيات تتحرك لها القلوب وتؤثر في النفوس، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن صفات المؤمن أن قلبه يتحرك مع القرآن وبه ينتفع، ومنه يسترشد وبه يهتدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك أشكر له ثانيا ما قدمه من كلام العلامة ابن القيم، ذلك الكلام القيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. ونحن أيها الإخوة الأكارم في أشد الحاجة يوميا أن نرجع إلى القرآن، ونحن نعيش في زمان كثرت فيه الآراء والأهواء وتشعبت المذاهب واختلط الحق بالباطل والخير بالشر وكثر الضلال، حتى صار الناس في محنة، أين يجدون الحق ومع من؟ كل ناعق يتكلم وكل داعية ينظر، فاشتد الظلام وتفرق الناس تفرقا عظيما، فلا بد من مرجع نصير إليه، والهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وبالجد عجب، أنت تعجب لما تقرأ في كتاب 14 قرن من الزمان تمر عليه والتحدي فيه قائم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا التحدي قائم إلى اليوم: لن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين.
لن تفعلوا. أنت تقرأ في كتاب محكم الآيات، الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتاب محكم لا يوجد فيه خطأ، لا يوجد فيه تعبير غير لائق. أقول أيها الإخوة، إنه حري بنا أن نعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى فنتعلم منه ونستفيد. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واعلم أنه إذا حيل بينك وبين القرآن فإن لك ذنبا هو سبب الوحشة. الوحشة بينك وبين القرآن هي بسبب الذنوب. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب ما اقترفت من الذنوب يحال بينك وبين القرآن. قال العلامة ابن القيم في قوله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا تمس معاني القرآن وترتع فيها إلا نفس نظيفة. لا يمسه، ما يمس قلبك هذا القرآن إلا إذا صحت نفسك ونظفت قلبك من كل الأمراض التي ذكرت وأعلاها مرض الشرك بالله سبحانه وتعالى. هو الذي يحول بين الناس وبين القرآن، حتى إن الإنسان من شدة ما يقع في قلبه من الشرك وعبادة غير الله والعقيدة في غير الله أنه يكره القرآن، يكره القرآن، لأن القرآن توحيد. والمشرك يريد الشرك ويريد تأييد عقيدته الباطلة، وين يلقى ده في القرآن؟ ما حيلقاه. إذا قرأ القرآن من أول الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، لو فهم إياك نعبد ما عنده مجال للشرك تاني. إياك نعبد، ربنا قدم الضمير المنفصل، ضمير النصب المنفصل إياك، ويدل على حصر العبادة لله. إياك أي لا نعبد يا رب إلا أنت، بالدعاء والنذر والخشية والرغبة والإنابة والسؤال والصلاة والصيام وأي عبادة تحصرها لربنا سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك محصورة دي برضو، نستعين أي لا نستعين يا رب إلا بك على عبادتنا دي. إذا كان زول داير له شرك يلقى في القرآن وين؟ هذه أول صورة، أول صورة، وتمشي لحد آخر صورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت بتستعيذ بربك، توحيد، يبدأ توحيد ينتهي توحيد. قال العلامة ابن القيم: وما من صورة من صور القرآن إلا وفيها التوحيد. طيب الدائرة الشرك يلقى وين؟ في القرآن ما في. حيكره القرآن، حيكره القرآن. ولذلك كل ما كان عند الإنسان من ذنب حال الذنب بينه وبين القرآن وأبعد، ولا يستشعر القرآن وتطمئن به نفسه إلا النفس النظيفة.
ولذلك الجن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وده أدب راقي جدا مع القرآن. المشرك ما عنده أدب زي ده. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. داك ما بيتأدب معه ما بيسمعه. والسماع ده هو سماع ذاته بيختلف. في سماع إجابة وقلب خاشع دار يستفيد، وفي سماع بتاع إنكار ودار يعارض وما دار يستفيد. ناس أبو جهل ما كان بيجي بيسمعه، يسمعه كويس ويمشي عشان يعارض القرآن. ولذلك الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا رجعوا لجماعتهم، ولوا إلى قومهم منذرين. ديلاك ما فيهم الرسل، فيهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مالو يهدي إلى الحق، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا لهم طوالي يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمد، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أها ربنا بيعمل لكم شنو؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كويس. نصحوا أهلهم ووعظوهم وبيقولوا منذرين إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أقول في ختام كلامي، القرآن كتاب هداية. وافتح القرآن. واحد من الشباب كلمني إنه أموره كانت جايطة، زمن جايطة شديد، بس جايطة دي أنت أسرح معاه بخيالك. فقال أنا بس قلت أجيب المصحف قدامي وأخذته وأفتحه، أول آية أشوفها بيقول لي شنو، بس الآية بفتحها بتقع في عيني أشوفها بتقول لي شنو، أنا بشوف موضوع تاني. فأول ما فتح المصحف فتح سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقف برنامجه القديم كله بدأ جديد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واعلم إنه ربنا لو وجهك للقرآن ربنا أراد بخير. لو وجهك للقرآن تعلما وتعليما وعملا ربنا أراد بخير، ولو أنت بعيد من القرآن ربنا ما أراد بخير. أصل ربنا ما أراد بخير. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن، أو عثمان كان بيقرأ كثير جدا، بل ذكر عنه إنه ختم القرآن في ركعة، صلى بكله من البغرة للناس في ركعة واحدة. كان بيقول لو صحت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، أصلا بتشبع منه. ولهذا يا أخواننا والله الذي يريد الدنيا إلقاه في القرآن، والذي يريد الآخرة إلقاه في القرآن، كله فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في الحساب جذل رأيه، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. كل ده ما بينفعك لو ما أنت عملت بهذا القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. بعد شد حيلك، إما حجة لك يوم القيامة القرآن يشفع، يقول ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية، سورة الملك، شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة، تشفع وتناضل عنك. والبقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين، كأنهن غمامتين يوم القيامة، يضللنك من فوقك، ويلبس أبواء
كل فتى حفظ القرآن يلبس أبواه تاجا من ذهب يوم القيامة إكراما لهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان هذا القرآن على إهاب، إهاب يعني جلد، القرآن ده لو قاعد في جلد ما حرقه الله بالنار، فكيف بجوف مؤمن يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن سعادة الإنسان ومن رضا الرحمن عنه أنه يوجه إلى القرآن ويعمل به ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويعتني به ويقوم به في حياته فهو السعيد. أكتفي بهذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.